لا مش مشكلة، كويس. ما بعرفش اتكلم وانا قاعد، ما انا مش بعرف اتكلم وانا قاعد للاسف، ما تعودتش، مش بعرف اتكلم. ها مش هغير عاداتي يعني. خلينا هناخد كده مقدمة سريعة خالص في رسالة أفسس. وبعدين هناخد حاجة بمناسبة أسبوع الآلام. لما نتكلم عن رسالة أفسس في عجالة، لما طلبوا مني يعني أتكلم في 5 دقايق يعني أبونا وجرمين، فإن شاء الله ما عديش 5 دقايق. رسالة أفسس واحدة من 4 رسائل كتبها بولس الرسول في الأسر، بيسموهم رسائل الأسر. بولس كتب 4 رسائل ما بين سنة 61 ميلادية و 63 ميلادية، كتبهم وهو مأسور في روما قبل ما يتحاكم قدام نيرون. المحاكمة اللي أفرج عنه أو نيرون حكم ببراءته وطلع كمل كرازته، كتب بعدها الرسائل الرعوية، تيموساوس الأولى والثانية وتيتوس وعبرانيين غالبا، وبعدين اتأثر تاني أو اتسجن تاني، ودي المرة اللي انتهت باستشهاده. فبنقول إنه الرسائل ديت رسائل الأسر بين قوسين الأول، لأنه بولس اتسجن مرتين كبار، اتحاكم مرتين كبار قصاد نيرون الإمبراطور بتاع الإمبراطورية الرومانية. أول مرة أطلق سراحه، تاني مرة حكم عليه بالإعدام واستشهد سنة حوالي 68 ميلادية. فإحدى رسائل الأسر. لما رسالة أفسس زي كتير من رسائل بولس الرسول تلاقيها فيها جزء لاهوتي إيماني وجزء عملي تطبيقي خاص بالحياة. فرسالة أفسس مقسومة تقريبا بالنص، نصها 3 إصحاحات يتكلم عن المسيح والكنيسة، هنيجي هنتكلم في الكلام ده، والنص الثاني جزء بقى توجيهات ونصايح ووصايا وتوجيهات للحياة المسيحية العملية كتطبيق على اللي قاله في الأول، لأنه مفيش انفصال ما بين الإيمان والحياة، مفيش حياة من غير إيمان صحيح، ومفيش إيمان حقيقي من غير حياة تشهد لهذا الإيمان. نقطة في منتهى الأهمية. فكتير من رسائل بولس الرسول لازم يبقى في جزء في الآخر جزء عملي، يعني تلاقوا رسالة روميا لحد الإصحاح 11 كلها كلام عن الإيمان المسيحي، من بعد الإصحاح 11 تلاقي كلام تعليمي. رسالة مثلا أنا قلت روميا مش كده؟ روميا عبرانيين نفس الحكاية لحد الإصحاح 10، بعد كده يبقى وصايا عملية. هنا رسالة أفسس أول 3 إصحاحات وتاني 3 إصحاحات، هي 6 إصحاحات من 1 لـ3 ومن 4 لـ6. رسالة المحور الأساسي اللي بيشغل بولس الرسول هو بيتكلم في رسالة أفسس هو كنيسة المسيح، أو المسيح اللي هو غنى مجد الكنيسة. تاني رسالة أفسس محورها الأساسي هو الكنيسة، كنيسة المسيح، لأنه دايما نقول أن رسالة أفسس ورسالة كولوسي متشابهتين، لدرجة أنه أولا التقسيم بتاع الإصحاحات زي ما دي نص كده لاهوتي ونص عملي، نفس الحكاية بالنسبة لكولوسي 4 إصحاحات النص بالنص. ده في تعبيرات كتير متشابهة، بل يمكن آيات كاملة مكررة أو مشتركة ما بين رسالة أفسس ورسالة كولوسي. بس دايما نقول الفرق ما بين أفسس وكولوسي إن أفسس كانت بتتكلم عن كنيسة المسيح، كولوسي بتتكلم عن مسيح الكنيسة. أفسس تتكلم عن كنيسة المسيح، كولوسي تتكلم عن مسيح الكنيسة. أفسس اتكلم فيها بولس الرسول زي ما قلنا عن كنيسة المسيح، أو اتكلم عن المسيح وأوصافه اللي هو غنى مجد الكنيسة اللي هي جسد المسيح.
اللي بيتحد فيها كل المؤمنين اللي بيبقوا أعضاء في الجسد يهود وأمم. عشان كده نلاقي في الإصحاح الثالث اتكلم عن سر المسيح. إيه سر المسيح؟ إن الأمم شركاء في الميراث. كشف إنه تدبير ربنا الخلاصي إن المسيح لما جه مش جاي عشان اليهود بس، جه من اليهود، وإنه اختيار اليهود ما كانش عشان هم اللي يخلصوا بس، لكن عشان ربنا يحط فيه وصيته، يحط فيهم وصيته علشان يجي منهم المسيح اللي هيخلص العالم كله. وبالتالي بميلاد المسيح وبمجيئه وبخلاصه هو فتح الباب للأمم. ده سر المسيح، ده السر اللي هو جه يكرز بيه واللي هينبهر بيه الملائكة ورؤساء الملائكة، انهم هيندهشوا من المجد اللي هيبقى فيه البشرية يهود وأمم. واضح ولا لا؟ واضح الكلام؟ فده اللي بيتكلم عنه بولس في الرسول في اول تقريبا ثلاث اصحاحات. عشان كده هتلاقوا مثلا في الاصحاح الثاني يتكلم انه نقض حائط السياج المتوسط وجعل الاثنين واحدا اليهود والامم، وزي ما قلت لكم اتكلم عن سر المسيح في الاصحاح الثالث. رساله افسس رساله فيها اجزاء مشهور، يعني انتوا لما كنتوا بتتكلموا عن فيليبي من شويه قلتوا استطيع في كل شيء في المسيح الذي يقويني، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالدعاء بالصلاه والدعاء مع الشكر، ومش فاكر قلتوا ايات ايه تاني. طبعا فيليبي 2 ان الله اخلى ذاته اخذ شكل عبده وزوجته فلا كانسان اطاع حتى الموت موت الصليب. افسس برضو فيه اجزاء مهمه جدا ومشهوره جدا، زي أشهر جزء في أفسس، أشهر جزء في أفسس أسألكم عن الأسير في الرب، بنصليها كل يوم، اللي بنصليها في الإصحاح الرابع، الإصحاح الرابع من أوله، أول الرابع آية واحد، اللي احنا بنصليها في صلاة باكر. مش كل يوم بنقول أسألكم عن الكنيسة، يعني يمكن صلاة باكر الصلاة الوحيدة اللي فيها قبل المزامير في مقدمة من ضمنها جزء من ايه؟ من رسالة افسس. زي ما تكون الكنيسة عايز تفكرنا كل يوم الصبح افتكروا اسألكم. بولس بيقول وخلي بالكم انا الاسير في الرب، يعني انا الاسير في الرب، يعني انا الاسير في الرب، يعني ايه؟ كان مقصور في ايه؟ وكان في السجن، مش كان بيشرب؟ مش قلنا رسالة أسر؟ مش كان أسير؟ مش احنا قلنا دي رسالة الأسر؟ أيوة، ما عشان خاطر ربنا، بس في الآخر هو كان في السجن، عشان كده احنا قلنا رسالة. فيقول أسألكم أنا الأسير، ده سلوككم يحق للدعوة التي دعيتم إيه به؟ كنيسة كل يوم تفكرنا احنا مدعوين لإيه؟ للسماء، مدعوين لحياة مقدسة، مدعوين لحياة مقدسة. عشان كده لازم نراجع حياتنا ماشية إزاي، لازم نشوف حياتنا مش ازاي. زي ما بقول ما فيش انفصال ما بين الايمان والحياه. فيفني اسالكم عن الاسير في الرب ان تسلك ما حق الدعوه التي دعيتم بها. برضو نلاقي ايه مهمه جدا، الحته بتاعت انه خلعتم الانسان العتيق ولبستم الانسان الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره لا هنا ما تقالش الذي يتجدد للمعرفه، هنا قال المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق. الذي يتجدد بحسب المعرفة، دي اتقالت في كلوسي، نفس الأفكار، نفس الأفكار. من تحت اقروا الرسالة الشاهد آية 23 و 22 و 23، الرابع، احنا نتكلم في الرابع دلوقتي. إصحاح 5 من أجمل الإصحاحات اللي تتكلم عن القداسة، يعني كتير ندي الجزء دوت. أنا فاكر لما ادينا رسالة بولس الرسول في ديسمبر ويناير ادينا جزء من الجزء الأولاني من إصحاح أفسس 5 للشباب إنهم يحفظوه. في ولاد كتير من الهاي سكول وكده حفظوه وسمعوه. قد إيه من الأجزاء الجميلة اللي تحث على ليه؟ على القداسة. برضه فيه جزء مهم جدا في رسالة أفسس إصحاح 5، حد يفتكر إيه؟ لا، المحبة كورنثوس الأولى 13، محبة كورنثوس الأولى 13. إصحاح 5 فيه حاجة مهمة أوي، أسلكوا بالتدقيق، بس مش دي بس، لا، في حتة لها أهمية خاصة في الكنيسة، المحبة كورنثوس الأولى 13، لا، مش المحبة،
متمثلين ده الجزء الاول بتاع القداسه. بولس الاكليل، لا لا البولس بتاع الاكليل، البولس بتاع صلاه الاكليل من افسس 5: ايها الرجال احبوا نسائكم كاجسادكم كما احب المسيح الكنيسه. فيتكلم عن الجواز ويربط ما بين انه الست تخضع للراجل، الحته اللي بتزعل الستات ديت، لكن خضوع زي خضوع الكنيسه للمسيح، ومحبه من الراجل يحب مراته زي ما المسيح حب الكنيسه وبذل نفسه لاجلها. والمناسبه احب اعلق لانه دي حته بقت طبعا في المجتمعات الغربيه يعني حته شديده الحساسيه، المساواه. امبارح واحد في الطياره بيقول لي، كان بيتكلم في موضوع تاني وبعدين في نص الكلام بيقول لي، جبت مره، هو استاذ في كليه الطب، بيدرس في كليه الطب، فقال لي مره جبت كاهن كاثوليك اتكلم، فالناس قالوا له ما تجيبوش تاني، فهموا من كلامه بيقول لي، مع ان هو ما كانش يقصد كده، انه كلامه ما فيهوش مساواه بين الرجل والمراه. فهو في المسيحيه وفي المسيح ما فيش فرق بين الراجل والست، لكن في تمايز، كل واحد له دور، لكن مفيش فرق. واذا كانت الست بتخضع او طلبت بالخضوع، فالراجل في المقابل طلب بالحب على مستوى بذل المسيح وموته من اجل الكنيسه. وعشان كده بقول لكم ان الرساله كلها على كنيسه المسيح. اتاخرت عن 5 دقائق معلش. فافسس 5 هو بيختار منه الجزء بتاع البولس اللي بيتقرا في سرك، ودي يختتم هذا السر العظيم، ولكنني اقول من نحو المسيح والكنيسه. اصحاح 6 في الجزء المشهور بتاع البسوا سلاح الله الكامل، الحته الجميله دي، خوذة البر ودرع الايمان، درع البر وترسل خلاص، خوذة الخلاص وترسل الايمان، وحازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، وان اسلحه محاربتنا ليست جسديه بل قادره بالله على هدم حصون. سلاح الله الكامل، رسالة أفسس من الرسائل الجميلة الحقيقة، بالذات الجزء الثاني منها اللي هو الجزء العملي. هناخد بقى بمناسبة أسبوع الألام، هاخد معاكم كده جزئين، أنا مش هناخدهم بالتفصيل يعني، بس هنعدي عليهم بسرعة. أشهر جزئين بيتكلموا عن المسيح والصليب من العهد القديم، أبونا يوحنا قال لي إن إحنا دايما متعودين بتدرسوا اليومين دول عهد قديم، فأنا هاخد جزئين من العهد القديم اللي فيهم أقوى نبوات تشرح الصليب. يبقى إيه؟ أشعياء إيه؟ ها؟ نعم؟ لا 53، لا 19 ده بتاع النبوات بتاعت مصر وده اللي الناس على طول بتسأل عليه. لكن أشعياء 53 طبعا ده يمكن لأجله سمي أشعياء بالنبي الإنجيلي، لأنه يكاد يكون كان بيرسم صورة للإيه؟ للصليب، يكاد يكون كان شايف الإيه؟ الصليب. وفي حتة تانية من أقوى الأجزاء اللي بتتكلم عن الصليب أو النبوات اللي بتتكلم عن الصليب في العهد القديم، لا مش حزقيال، لا مزمور 22، 22 أو 23، مظبوط مظبوط، هناخد مزمور 22 وأشعياء 53. بسم الله والابن الروح القدس الآن واحد أمين. يبتدي المزمور لإمام المغنيين على أيلة الصبح، مزمور لداود. حكاية أيلة الصبح ديت فيها كذا رأي، مش عايزين نخوض في التفاصيل. قالوا إنها يا إما إنه دي نغمة مشهورة كانت عند اليهود، يا إما إنه كان بيتكلم عن المسيح زي الأيل أو الغزال المجروح. دي الآراء اللي اتقالت يعني. يبتدي المزمور: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فكركوا دي بإيه؟ قال المسيح على الصليب. وزي ما يكون المسيح بيشاور لهم على المزمور دوت. وانتوا عارفين انه كانت زي دلوقتي، عارفين لو الناس اللي بتشتغل على الكمبيوتر، لما اجي مثلا اكتب حاجة على الوورد، ماشي؟ برنامج الوورد، لما اجي اعمل سيف، الاسم اللي هو قبل ما انا سيف الفايل ده باسم معين، هو ياخد العنوان اللي على الورقة
ياخدوا عنوان للايه؟ للدوكيمنت دي كلها. هو نفس الحكاية كانت عند اليهود، انه كانوا يسموا المزمور او عنوان المزمور يبقى اول آية، عنوان المزمور يبقى اول آية، وكانوا احيانا يرتبوها. يعني ليه مزمور المزمور الكبير 22 قطعة، المزمور الكبير 119، ليه 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 22 قطعة؟ الالفابيت الالفابيتك الالفابيت بتاعه العبري كانت 22، وفكل كل قطعه من المزمور تبتدي بحرف ومترتبين ابجدي. النظام ده حتى احيانا يستخدم في بعض صلوات الكنيسه والتسبيحه فهو زي ما يكون المسيح على الصليب لما قال الهي الهي لماذا تركتني، كان بيشاور لهم على الايه، كان بيقول لهم ارجعوا للمزمور اللي عنوانه الهي الهي لماذا ايه تركتني. المزمور ده يسموه مزمور مسياني، في مزامير كتير يسموه مزامير مسيانية. طبعا ده أقوى المزامير المسيانية. يعني إيه مسيانية؟ يعني ترتبط بالمسيا بالمسيح، تحتوي على نبوات تختص بالمسيا. إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاص، يعني كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب. طبعا الكلام ده داود اللي كتبه، ولكن بيشاور على مين؟ على المسيح، بيشاور على المسيح. وده يفهمنا ان احنا كتير ممكن ناخد كلام المزامير. في ناس يقولوا طب ليه احنا بنصلي بالمزامير؟ احنا بناخد كلام داود اللي متقال بالروح القدس وبناخده على نفسنا، بنقوله لنفسنا. لما بقول مثلا من الاعماق صرخت اليك يا رب، من اعماق داود ولا من اعماق انا؟ من اعماقي انا. عشان كده فكره في ناس يقولوا ليه بنقول كلام مكرر؟ الكلام عمره ما بقى مكرر لو طالع باحساسي. لو انا باخد الكلام بتاع داود اللي متقال بالروح القدس اللي هو اعمق الصلوات وانا بقولها باحساسي. يعني الست مثلا تحب تسمع من جوزها كلام حلو انه بيحبها مثلا، تحب تسمع دي كل يوم كل يوم. ايه، هل هي كلمه مكرره؟ لا، الاحساس جديد. الام بتقول لابنها انا بحبك كل يوم، هل يقول لها زهقت بقى من الكلمه دي؟ ولا لان الكلمه دي كل يوم طالعه من احساس الابن يبقى فرحان بيها وقابلها. فنفس الحكايه، احنا بنقول كلام مكرر لكن الاحساس اللي احنا بنقوله بيه مش ايه؟ مش مكرر. الهي في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء لي، وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل. عليك اتكل اباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، اليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. الكلام ده تلاقوه بنقوله وقت النبوات بتاعة الجمعة العظيمة، مش كده؟ على كما لو كان المسيح في وضع الإيه؟ في وضع المزلة بتاعة الصليب، وضع الخزي بتاع الصليب، صليب الإيه؟ العار. المسيح قبل إنه ياخد هذه المزلة وهذا العار عشان إيه؟ عشاننا، مش كده؟ ولكن غلب الموت بالإيه؟ بالقيامة. ومن هنا بقى الصليب، على فكرة الصليب من غير القيامة احنا مش عايزينه، مش كده؟ ايه الصليب من غير القيامة؟ وفي نفس الوقت مفيش قيامة من غير، عشان كده الصليب بقى قوة. يعني الصليب في حد ذاته مش قوة، ده ضعف. ولكن لما المسيح قبل الصليب وقام من الموت صار الصليب ايه؟ هو، لانه صار المعبر للايه؟ للقيام. وما فيش قيمه للصليب من غير الايه؟ القيام. اما انا فدوده لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الراس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذه لانه سر به. مين اللي قالوا الكلام ده؟ ها؟ كانوا بيساقوا بالمسيح عند الصليب، الجنود والكتبة والفريسيين، يلا ورينا لو كنت ابن الله فانزل عن الصليب، خلص آخرين أما نفسه فخلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلص، اتكل على رب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي، لا تتباعد عني لأن الضيق قريب،
لأنه لا معين، أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء وبشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. ما ننساش أنه المزامير شعر، وبالتالي مش محتاجين نحن نقول كل حتة لها معنى ومفهوم. المقالة لما حد بيكتب مقالة كل جملة لها معنى ويقصد بيها فكرة معينة. الشعر مش كده، الشعر صور تشبيهات، فممكن التشبيه يتكرر بنفس الايه، يعني صور مختلفة لكن نفس المعنى، هو كلام متكرر بس كل مرة بيقدم نفس الكلام بايه، بصورة مختلفة، بيرسم صورة. فهنا بيوري صورة المسيح اللي على الصليب في حالة الايه، الهوان والمذلة. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء وبشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي. المسيح على الصليب قال إيه؟ أنا عطشان، مش كده؟ لصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني، لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني. مش ده منظر الصليب؟ وتلاقوا المزمور ده اقتبس منه 13 مرة في العهد الجديد، منهم 9 مرات في بس قصة الصليب. المزمور ده اقتبس منه 13 اقتباس في العهد الجديد، منهم 9 في قصة الصليب. مزمور 22 ماشي. فزي ما بقول لكم من اكتر المزامير اللي اتكلمت عن الايه، اتكلمت عن الصليب. جماعه من الاشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. الواحد يتعجب جدا، داود مش مين اللي كاتب المزمور ده؟ داود. طب وداود ثقبوا يدي ورجليه؟ مش ممكن طبعا انه الكلام ايه، يعني زي ما في اعمال الرسل اعتقد الاصحاح الثاني او الثالث لما قال انه مكتوب في المزمور، مزمور 15، لما بيقول انه لا تدع قدوسك يرى فسادا، فقالك مش ممكن يكون داود بيتكلم عن نفسه، ده بيتكلم عن حد، لان داود ايه بالعربي كده، مات وشبع موت وراى فسادا طبعا، لكن مين الكلام ده؟ على مين؟ على المسيح اللي قام ولم يرى ايه. فداود كتير كان يقول كلام لا يمكن ان ينطبق عليه. هنا مثلا اوضح حاجه، ثقبوا يدي ورجلي، وداود ثقبوا يدي ورجليه. الواحد يتعجب جدا، اليهود يعني ممكن الواحد يدور يشوف اليهود بيقولوا ايه في ايه زي دي، فاهمينها ازاي؟ مش عارف. وعشان كده يقولوا ان اليهود عندهم مشاكل كبيره مثلا مع اصحاح زي اشعياء 53، لانه يقولوا عليه ايه اصحاح 53 ده، لانه كله بيشاور على المسيح بكل وضوح، ازاي يرفضوا المسيح اللي موصوف بكل دقة في أشعياء 53. وهنا حكاية ثقبوا يدي ورجلي. مرة واحد من الشباب كنت بزوره أنا وبنا تدرس يعقوب في اسكندرية، وبعدين بيقول مين اللي يقول لي إن إيماني صحيح؟ مين اللي قال لي إيماننا كمسيحيين إيمان صحيح؟ فكان الرد اللي رده حتى أبونا تدرس إنه من أكتر الحاجات النبوات. المسيح ما جاش فجأة قال أنا ربنا وأنا جاي أتصلب عشانكم. لكن المسيح، عارفين داود عاش سنة كام قبل المسيح؟ ألف قبل الميلاد. يعني يقولوا كده في محطات كبيرة، إبراهيم 2000 تقريبا، وداود بقى ملك 1010 تحديدا، من 1010 ل 970 قبل الميلاد، ويجي المسيح. يعني كل 1000 سنة يجي شخصية من الايه، من الكبار قوي، إبراهيم، داود، المسيح. ف 1000 سنة قبل المسيح يجي داود يقول ثقبوا يدي ورجليه، داود لا ثقبوا يديه ولا ثقبوا رجليه. لكن طبعا نبوة مسيانية من الدرجة الايه، من الدرجة الاولى، لا تنطبق الا على المسيح، مش ممكن تتفهم الا في المسيح. يعني وحي بالروح، مش رؤية. لا مش رؤية، هو ما شافش رؤية، رؤية يعني شاف حاجة وما شافش حاجة، لكن كتب كده بالروح، كتب بالروح. زي ما المسيح قال على داود مرة، قال ايه، مش مكتوب ان داود قال الرب لربي؟ يقول داود بالروح قال الرب لربي، فكيف يدعوه ربا وهو ابنه؟ مش كده؟ فثقبوا يدي ورجلي، احصي كل عظامي،
وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم، يقسمون ثيابي بينهم. مش ده اللي عملوه الجنود؟ عملوا قرعة لإيه؟ وعلى لباس يقترعون. كلام ينطبق، مش ممكن يتفهم إلا كأنه داود كان شايف الإيه؟ كان شايف الصليب، كان شايف الصليب. أما أنت يا رب فلا تبعد عني، فلا تبعد يا قوتي، أسرع إلى نصرتي، أنقذ من السيف نفسي، من يد الكلب وحيدتي، خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش، استجب لي، أخبر باسم إخوتي. هي دي استشهد بيها بولس الرسول في العبرانيين، أخبر باسم إخوتي دي. دي عشان كده دي واحدة من الأربع آيات اللي ما استشهد بيهم من المزمور ده، لكن مش في قصة الصليب. احنا قلنا في كام استشهاد من المزمور ده في العهد الجديد؟ 13، 9 منهم على الصليب و4 مش على الصليب او مش في قصه الصليب، دي واحده منهم. اخبر باسمك ايه؟ قوتي. في وسط الجماعه اسبحك، يا خائفي الرب سبحوه، مجدوه يا معشر ذريه يعقوب، واخشوه يا زرع اسرائيل جميعا. بصوا بقى هبتدي الايه؟ الشكل الكلام يختلف. الكلام الاول على المسيح في وضع المذله والعار بتاع الصليب، وهيبتدي كلام على المسيح اللي غلب الموت بالايه؟ غلب موت الصليب بالقيامه. واخشوه يا زرع اسرائيل جميعا، لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنه المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه اليه استمع. عشان كده بولس الرسول قال على المسيح ايه؟ قال الذي في ايام جسده اذ قدم بصلوات وتضرعات ودموع شديدة للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له لأجل تقوى المسيح. إزاي الآب سمع له؟ إزاي الآب سمع له؟ بأنه نجاه من الموت الصليب؟ ها؟ أمال بأنه إيه؟ أقامه من الإيه؟ من الأموات. وطبعا خلوا بالكم لما بقول أنه إن الآب أقام الإبن، إحنا بنتكلم عن المسيح في تجسده، ولكن لما نقول المسيح قام يبقى قام بإيه؟ بسلطان لاهوته، والاثنين ماشيين والاثنين اتقالوا. يعني أحيانا اتقال عن المسيح أنه أقيم من الأموات، مبني المجهول، يبقى في حد أقام. وأحيانا اتقال عنه أنه إيه؟ المسيح قام، والاثنين صح، قام بسلطان لاهوته، أقيم بصفته إيه؟ في الجسد، والله إيه؟ أقامه، والآب أقام. ماشي؟ فهنا اتقال انه لم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخي اليه استمع. من قبلك تسبيحي في الجماعه العظيمه، اوفي بنذوري قدام خائفي، ياكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه، تحيا قلوبكم الى الابد، تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي الارض. طبعا المسيح بعد ما اتصلب وقام واظهر ذاته قائم من بين الاموات، ابتدت كل الايه؟ كل الشعوب تؤمن بيه على مدى الايه؟ على مدى الحقب اللي بعد القيامه، لحد لما بقى يعني المسيحيه صارت العالم كله صار مسيحي تقريبا بعد كذا قرن من قيامه المسيح. وتسجد قدامك كل قبائل الام، لان الرب للرب الملك. الملك بتاع المسيح مش منفصل عن الصليب، لان المسيح ايه؟ ها؟ ملكه على خشبه. ملك على ايه؟ على خشب. دي يمكن ما نلاقيهاش في الترجمه اللي في ايدينا، كلمه المسيح ملك، لكن نلاقيها في الترجمه السبعينيه، في الساعه 9. بس المزمور اللي في الساعه 9 لو بصينا للنص اللي في ايدينا ده، اللي هو النص البيروتي، الترجمه البيروتيه، ما نلاقيهاش مكتوبه كده، لان دي متاخده عن الترجمه السبعينيه. عشان كده كنيستنا الكنائس الارثوذكسيه بصفه عامه، مش بس الكنيسة مش القبطية، الكنيسة القبطية بس، لكن الكنائس الأرثوذكسية بصفة عامة ترجع للنص السبعيني، اللي هو ترجمه 70 شيخ من النص العبري لليوناني، ودي الترجمة اللي استشهد منها المسيح وتلاميذه وكتاب العهد الجديد. فالمسيح ملك بالصليب، المسيح مع أن الصليب كان عار ومذلة، ولكنه كان ملك، لأن المسيح هيغلب الموت بتموت الصليب بالقيام ويملك، مش كده؟ وتسجد قدام كل قبائل الأمم، لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم. أكل وسجد كل سميني الأرض،
قدامه يجثو كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه. الذرية تتعبد له، يخبر عن الرب الجيل الآتي، يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل. طبعا بميلاد بقيامة المسيح، بصليب المسيح وقيامته، ولدت الايه؟ الكنيسة بحلول الروح القدس طبعا، وبقى يولد شعب الايه؟ جعلنا له، صيرنا له شعبا ايه؟ مجتمعا، مش كده؟ وهنلاقي نفس المعنى هيجي في اشعياء 53 زي ما هنشوف دلوقتي. اشعياء 53، انا عارف اني طولت عليكم، هناخد مش هطول 10 دقائق بس. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ الآية دي برضو الجزئين اللي احنا نقراهم دول استشهد بيهم كتير جدا في العهد الجديد. دي جت في يوحنا 12 الإصحاح 12، يقول لك ان في كتير شافوا آياته مع انهم شافوا رأوا آياته لم يؤمنوا، كما قول أشعياء النبي ايه؟ من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ يعني عدم قبول الناس الإيمان بالمسيح رغم كل اللي شافوه، تحقيق للنبوة ديت، من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين قبل؟ مش كتير اللي ايه؟ اللي قبلوا المسيح في ضعفه. ايه اللي خلى الكتب والفريسيين ما عرفوش المسيح؟ انهم ما كانوش قادرين يتصوروا ان المسيا ممكن يجي في هذا الايه؟ بهذا الاتضاع. واعتقد اللي اربك الشيطان صورة المسيح في ايه؟ صورة المسيح في ضعفه. دي صورة غريبة الشيطان ما يفهمهاش. الشيطان ما يفهمش الايه؟ ما يفهمش الاتضاع. انتوا عارفين يعني مثلا لو حد عايش مثلا في فقر شديد خالص ما يفهمش يعني ايه راحه. لو واحد عايش في راحه شديده خالص ما يعرفش يعني ايه فقر، ما يعرفش يعني ايه واحد يجوع، ما يعرفوش. كل واحد ما يعرفش غير الايه؟ اللي يعرفه، زي بيقولوا يعني الانسان ما يعرفش غير اللي يعرفه، او يروح بطريقه ثانيه الواحد ما يعرفش اللي ما يعرفوش. يو دونت نو وات يو دونت نو، انت ما تعرفش اللي ما تعرفوش. فالشيطان ما يعرفش الاتضاع، ما يفهموش، عشان كده ما عرفوش يقبلوا المسيح. يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ طب لمن استعلنت ذراع الرب؟ للمؤمنين باسمه، للمتضعين، مش كده؟ للمتضعين. فاكرين مرة الأنبا أنطونيوس يقولوا كده، شاف فخاخ الشيطان تملأ الايه؟ البرية. فصرخ لربنا قال له يا رب من يخلص؟ فسمع صوت من السماء قال له ايه؟ المتضعون يفلتون. مين اللي يفلت من فخاخ الشيطان ديت؟ المتضعون، دول اللي يعرفوا المسيح، دول اللي يفلتوا من حيل ابليس. لكن المتكبرين ما يعرفوش المسيح، ما يقدروش يفهموا اللي اخلى ذاته اخذا شكل عبد وزوجت فلا كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. من صدق خبرنا لمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ، كعرق من ارض يابسه. نبت قدامه كفرخ، يعني المسيح يتقال عنه عبدي الغصن. فاتقالت في اكتر من حته في العهد دي، في اشعياء واتقالت في زكريا اعتقد، مش كده؟ زكريا صح، وفي حزقيال، زكريا واشعياء وحزقيال وبالمناسبه هي دي اللي جت في حكايه انه سيوضع ناصريا، جايه من حكايه الغصن دي، لان الكلمه العبريه لغصن او فرخ هي كلمة ناصرة أو نتصار بالعبري يعني. فنبت قدامه كفرق كعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. المسيح على الصليب لا صورة له ولا جمال، ده مش ده المنظر. ولكن إيه بقى؟ محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، ده المنظر بتاع الصليب. وكمسطر عنه وجوهنا، يعني احنا مش قادرين نبص له في هذا العار وهذه المذلة. منظر المسيح على الصليب عري وخزي وإدانة وواحد محكوم عليه بالموت، يعني كواحد ايه؟ كمدان، وهو القدوس البار. كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. الوضع بتاع المسيح دوت بالضعف والعار والمذلة ده عشان مين؟ عشان احنا. عشان كده دايما نقول في كلمتين مهمين قوي، كل احداث المسيح الخلاصية، كل ما نحتفل بعيد من اعياد المسيح السيدية، بشارة، ميلاد، معمودية، دخول اورشليم، قيامة، صعود، حلول الروح القدس،
كل الأعياد دي بنقول المسيح عمل ده ليه؟ المسيح لا كان محتاج يتعمد لأنه بلا خطية، المسيح ما كانش محتاج أنه يتولد هو ده المولود من الآب قبل كل الدهور، ما كانش محتاج يتمجد بالقيامة لأنه ممجد من الشاروبيم والسرافيم. طب عمل كل ده ليه؟ عنا ومن أجلنا. عنا المسيح صام عنا، صام عنا، عنا ومن إيه؟ ومن أجلنا، عشان خطرنا. عمل كل دوت عشان إيه؟ عشان خاطرنا. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. لما نبص نقول ايه ده مصاب من الله، يعني ربنا تركه، مش كده؟ ده مش ممكن يكون ربنا بهذا الوضع. ولكن وعشان كده الناس تقول ازاي ربنا يتصلب، ازاي ربنا يموت. الناس لما تهاجم الإيمان المسيحي تقول ازاي إلهكم يتصلب، ازاي إلهكم يموت، لكن مش فاهمين انه عمل ده من اجل محبته ايه لينا. ولولا صليبه ولولا موته ولولا هذا الوضع اللي فيه مذله، لولا ان احنا ايه خلصنا او نلنا الخلاص. عشان كده الذي لم يعرف خطيه صار خطيه من اجلنا، صار خطيه يعني صار ذبيحه خطيه، صار خطيه من اجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. الذي وصار لعنه في سلسله غلطي، قال انه صار لعنه، مش الصليب لعنه؟ ملعون كل من علق على خشبة، المسيح اتعلق على الخشبة عشان ياخد اللعنة ايه بتاعتنا. ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه. يعني ايه تأديب سلامنا عليه؟ يعني التأديب اللي احنا نستحقه هو خده عشان يدينا الايه السلام، عشان يتم المصالحة، عشان يحقق السلام. الحق نرجع بقى لايه لافسس، نقض حائط السياج الايه والعداوه القديمه، هذا عكس عداوه ايه مصالحه او سلام، مش كده؟ فهو هنا تاديب سلامنا عليه. برضه في تلاقوا في روميا 5 يقول الذي صار في روميا 5 يتكلم برضه عن حكايه انه السلام اللي لينا مع ربنا من خلال المسيح. يقول ايه؟ فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. إزاي بقى في سلام ما بين الإنسان والله؟ بالمسيح، مش كده؟ لولا الصليب، لولا المسيح أخذ العقوبة بتاعتنا، لولا أخذ الموت من أجل المحبة. العقوبة هنا مش انتقام، مش الآب ينتقم من الإبن، ولكن الآب والإبن فرحانين بأنهم بيتمموا إيه؟ خلاص البشر اللي مخلوقين على صورة إيه؟ سورة الله ومثاله. عشان كده قال تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. حبره جلداته أو ألامه، حبره بالتحديد. تعرفين لما واحد يتضرب وتعمل تزرق في جسمه أثر كدمة، يعني هي دي الحبر. بحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه إثم جميعنا. المنظر ده منظر إيه؟ آه طبعا الصليب. فين؟ إيه أني حتة من الصليب؟ حكاية كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه إثم جميعنا. في حتة تانية أقرب تهيأتي. تلاميذ مش ساعة الصليب اتفرقوا؟ مش كده؟ كله جري، مش كده؟ وعشان كده قال لهم تأتي ساعة وهي الآن حين تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، ولكني لست وحدي لأن الآب إيه؟ معي، مش كده؟ فبطرس قال له إزاي يا رب؟ تقول جانا لما الناس كلها تسيبك أنا يمكن أسيبك. مفيش اتقبض على المسيح، صحيح قطع ودن عبد رئيس الكهنة وكان فاكر إنه كده بيثبت له يعني إنه مش هيسيبه، وبعد شوية لما لقى الحكاية إيه؟ هو الموجة عالي عليه بالعربي يعني، ما قدرش فايه انكر 3 مرات، منهم مره قدام ايه جاريه، يعني حتى انكار مهين. يعني انا اتفهم ان واحد وقف قصاد الملك فخاف فقال للملك انا ما اعرفوش، لكن ده انكره قدام ايه جاريه، مش كده؟ فهي ده المنظر بتاع ايه بتاع ان كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد الى طريق، والرب وضع عليه اثم ايه جميعنا او جميعنا. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. المسيح طبعا مات ايه ظلما، المسيح ما كانش فعل خطيه. الذي لم يفعل خطيه ولا وجد في فمه ايه غش، الذي كان يشتم ولم يكن يشتم ايه
عوض. للأسف ناس كتير تطلع تقرأ في الكنيسة تقول الذي كان يشتم ولم يكن يشتم عوضا. يعني عشان كده أحيانا الناس تقرأ، يعني مهم أوي إن احنا نخلي بالنا بالذات لما بنقرأ في الكنيسة. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة. بالمناسبة بكرة احنا بعد بكرة هنصلي الأنديل، الكاثوليكون بتاع الصلاة الأولى الناس دايما تغلط فيه غلطات التالية، دايما يقولوا إيه؟ يقولوا إن كان أحد مريض بينكم فليدع قصوص الكنيسة، فليدعو بس عشان الواو محذوف، فليدع قصوص الكنيسة. يعني إيه؟ لو واحد عيان يبعد خالص عن قصوص الكنيسة، ملوش دعوة بيه، ودي فليدع يعني. وإن كان ومسرور أحد والتانية فليصلي إيه؟ كم مشقات يقولوا فليصل، ناس كتير يقولوها فليصل، يا يصلي برضو ليه محذوف. في غلطة ثالثة مش فاكر إيه يعني. في برضو من الحاجة برضو في أعتقد في الصلوة الثانية البولس بتاع رومية 8 إن الروح يشهد إن إحنا إيه نقدر نصلي ونقول يا أبا الآب، يا مفروض يا أبا الآب يعني يا بابا الآب. ناس كتير يقولوها يا أبا الآب، أبا الآب يبقى جده، أبا الآب جده، ولو أبا الآب يبقى الثالوث ليه يعني الآب له أب، تبقى يعني كلام غلط خالص. هي يا أبا الآب، أبا كلمة سريانية أو أرامية معناه بابا زي يابا يعني زي ما كانوا يعني يقولوا. فبقول مهمة أوي القراية هنا. فهنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. طبعا ده منظر المسيح على الصليب إنه قبل إنه يتقال له لو كنت ابن الله هو ابن الله. ولما بطرس قطع ودن عبد الرئيس الكهنة قال له أنا كان ممكن أطلب 12 جيش من الإيه؟ من الملائكة، ما كنتش محتاج إن أنت تدافع عني وتقطع، مش عايز منك ده، أنا قابل الصليب، أنا أقدر إن أنا إيه أخلص نفسي، بس أنا مش عايز، أنا جاي عشان إيه أبقى آخد هذا المنظر كنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغط ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. التلاميذ شوفوا منظر الحزن بعد الصليب، قطع من أرض الأحياء. ولما ظهر للتلاميذ عمواس كانوا ماشيين عابسين، وبعدين قال لهم إيه مالكم؟ قالوا له أنت غريب عن هنا، أنت ما سمعتش؟ تعرفين مثلا أمريكا إيه الحدث الكبير اللي حصل قريب؟ أقرب حدث، حدث الساعة، انفجارات بوسطن، كلكم قلتوا نفس الكلام مش كده؟ فحدث الساعة كان وقتها قالوا له أنت إيه ده؟ أنت متغرب عن أورشليم، أنت ما سمعتش؟ ده كان في واحد اسمه يسوع وده إنسانا، هم فاكرينه كان إنسان مش إله، إنسانا نبيا مقتدرا في القول والفعل أمام الله وجميع الناس، وكنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل، لكن للأسف مات. من كان أظن أنه إيه؟ أنه يقطع من أرض الأحياء، كنا فاكرينه هو ده اللي هيجي يخلص، بس مات خلاص، الحكاية راحت وخلصت. فابتدى يعيد رجائهم وإيه ويقول لهم أنه هو الإيه، ولما كسر الخبز إيه؟ فتح ذهنهم وقال له يا أيها الغبيان والبطيئة القلوب في إيه؟ في الإيمان. أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره، اتصلب مع أشرار مع الصين ومع غني عند موته، اتحط في قبر مين؟ القبر لا يوسف الرامي مش كده؟ القبر الجديد اللي لسه محدش إيه استخدمه. كل ده تحقيق للإيه؟ للنبوات بتاعة العهد القديم. على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. كلمة سر مش الآب ينتقم من الابن، لكن سر بأن يسحقه بالحزن يعني الآب سر بخلاصنا، إن هو يشتمر ذبيحته جميلة قوي محرقة، قدم ذبيحته محرقة فاشتمها الآب رائحة إيه سرور جميلة قوي. ده اللحن اللي احنا هنقوله في الجمعة العظيمة بتاعه اللي قلناه في عيد الصليب، فيقطف إنف الذي أصعد ذاته على الصليب فاشتمه الآب رائحة إيه سرور. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم. مش أنواع الذبائح كانت في العهد القديم إيه؟ خمس أنواع الذبائح كانوا إيه؟ الخطية المحرقة، لا مش تسبيح، لا مش ذبيحة التسبيح، لا مش تسبيح، مش تسبيح، فيش تسبيح، إحنا طبعا في تسبيح، لا الكفارة مش واحدة من الخمسة، كان ده عيد من الأعياد عيد الكفارة، لكن الخمسة مش صح ذبيحة المحرقة، صح ذبيحة الاسم، وذبيحة الخطية ثلاثة. هم كانوا يفرقوا ما بينهم، كان في ذبيحة اسم وذبيحة الخطية. وكان اليهود عملوا زي كده كود، يعني
ايه الحاجات اللي تتقدم عشانها ذبيحه خطيه، ايه الحاجات اللي تتقدم عنها ذبيحه اسم. مش عارف عملوا 365 نوع خطيه يتقدم عنه ذبيحه خطيه، ومش عارف ايه انواع التانيه يتقدم عنها ذبيحه الاسم. ايه يعني السلامه اربعه كده، فاضل واحده. هما بالترتيب كده، محرقه، تقدمت القربان كانت مع انها مش دمويه لكن كانت تعتبر من الذبائح، يبقى المحرقه، القربان، السلامه، الخطيه، الاسم. ده الترتيب اللي ورد في سفر اللاويين، اول سبع اصحاحات من سفر اللاويين. الانواع الذبائح الخمسه ذكرت في سفر اللاويين الاصحاح اول سبع اصحاحات. اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحه اسم. بصوا بقى الحته اللي جايه دي اللي ماشيه مع مزمور حكايه يولد شعب اهي. ان جعل نفسه ذبيحه اسم يرى نسلا تطول ايامه ومسره الرب بيده تنجح. عايزين تشوفوها اهي. اهي ان جعل نفسه ذبيحه اسم يرى نسلا تطول ايامه. ايه يرى نسلا تطول ايامه؟ يعني لما المسيح قدم ذاته ذبيحه صار المؤمنين بيه شعبه اللي ليه حياه ابديه، نسلا تطول ايامه. تطول ايامه لحد فين؟ على الارض. تطول ايامه ايه؟ الى الابد، حياه ابديه. بذبيحه المسيح صار لنا، صرنا نسله، صرنا اولاده، ايامنا طالت الى حياه ايه؟ ابديه. ومسره الرب بيده تنجح. عشان كده المسيح تمم ايه؟ من اجل السرور الموضوع امامه، مش كده؟ انه الصليب كان سرور الابن وسرور الاب، من اجل السرور الموضوع امامه. ومسره الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع. من تعب نفسه يرى ويشبع. يشبع بايه؟ بخلصنا، يفرح بخلصنا. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثمهم ويحملها. مين يدي البر؟ مين يبرر؟ كلمه يبرر دي قلنا معناها ايه؟ اللي حضر معانا الايام الجمعه لما كنا بنتكلم بولس الرسول، كلمه بر يعني ايه؟ كلمه بر، كلمه بر ما دامناها تفتكري حضرت معانا، تفتكري كلمه بر يعني براء، مش كده قلنا دي؟ كلمه بر يعني براء. لا، بر يعني براءة. يعني احنا خدنا البر، يعني خدنا البراءة. يعني واحد وقف قصاد القاضي المفروض محكوم عليه بالموت، فيسمع من فم القاضي ايه؟ براءة. هي ده البر، هو ده حكاية، هو ده البر. عشان كده عبدي ومسر من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثمهم هو يحملها. لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء، يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اسمه. المسيح أحصي مع أسمة، مات مع للصين، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. طبعا المسيح هو ايه؟ الشفيع. ايه الفرق بين شفاعة المسيح وشفاعة القديسين؟ المسيح شفاعة كفارية، والشفاعة القديسين توسلية، يطلب عنا ليغفر لنا الرب خطايانا. لكن مين اللي يقدر يغفر الخطية؟ بدمه، بذبيحة كفرته. الحقيقه يعني اصحاحين من اجمل ما يمكن في شرح ورسم صوره للايه؟ للصليب. ربنا يمتعنا بفتره اسبوع الالام وبركه الصليب والقيامه لالهنا كل مجد وكرامه. كل بركه. امين امين. بموتك يا رب نباشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف. نسبحك، نباركك، نشكرك يا رب، ونتضرع إليك يا إله. بسم الله والابن روح قدس إله واحد أمين. إلهنا الصالح نشكرك يا رب، أي كلمات يا ربي تستطيع أنها تعبر عن قدر الشكر الواجب علينا، الشكر يا ربي اللي تستحقه، والتسبيح
لتستحقه يا ربي من أجل خلاصك. أنت يا رب القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، أنت المسبح من الملائكة والشاروبيم والسرافيم، ولكن يا ربي هؤلاء يسبحونك وأنت لم تموت من أجلهم، لكنك يا ربي مت من أجلنا. كم نحن يا رب مديونون بحياتنا، كم نحن يا رب مديونون بكل ما لنا، كم نحن يا رب مديونون لك بالشكر، كم نحن يا رب مديونون لك يا رب بكل ما عندنا. يا رب يسوع حياتنا كلها متكفيش لو قضيناها يا رب نسبحك ونمجدك من أجل خلاصك، هذا الخلاص الذي رأته الملائكة وقفت يا رب مندهشة. يا رب يسوع فرح قلوبنا بيك، ادينا يا ربي بأورينا بهجة قيامتك، لا تسمح ان فرحنا وتعزيتنا يا ربي تبقى فترة اسبوع الآلام بس، لكن 50 وكل لحظة في حياتنا يا رب. لا تسمح يا ربي ان انشغلنا بيك وفرحنا بيك وتعزيتنا بيك يبقى موسم، ولكن يا ربي هو امر يخص كل يوم. بارك يا رب علينا، بارك يا ربي هذه الكنيسة يا ربي وكل كنيسة وكل شعبك في كل مكان، من أقاصي المسكون إلى أقاصيها، بل كل العالم غير المؤمنين بيك يا ربي. اكشف يا ربي عن أعينهم ليروا محبتك التي يا ربي جعلتك تقبل الصليب. بركة أم من العذراء، وبركة مريم مرقس ومريرس، وبركة أسبوع الألام، وبركة هذا الصوم الذي قارب من نهايته. قبلنا إليك إنما ندعو بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات قدس اسمه، سماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. أذاني يرضياني المسيح، نقول مع بعض كده بنفس النغمة لحد الآخر. في 5 دوكسولوجيات للصوم، دي أطولهم، جميلة مليانة معاني جميلة خالص خالص. الصوم والصلاة بطهر وعفاف ومحبة بغير غش هما اللذان يرضيان المسيح. الصوم والصلاة بنحب وبكاء ومحبة بغير رياء هما اللذان يرضيان الذي بلا خطية. الصوم والصلاة بقلب متواضع وروح منسحق هما اللذان يرضيان الطاهر. الصوم والصلاة هما اللذان خلصا الثلاث فتية القديسين صدرك وميسك وابدناه من أتون اللهيب. الصوم والصلاة هما سلاح الغلبة وهما اللذان يسلك فيهما مسيحي بالصوم والصلاة. استحق إبراهيم أن يضيف الله عنده مع ملائكته الأطهر بالصوم والصلاة. أسعد إسحاق ذبيحة طاهرة معطيا إشارة للمسيح بالصوم والصلاة. خلص يعقوب من عيسو
أخيه وأخذ بركة من أبيه بالصوم والصلاة، ترأى فالرب على عبده الصالح البر أيوب ومنحه الشفاء بالصوم والصلاة. ارتفع يوسف وملك على مصر وخلص من الزنية بالصوم والصلاة. رفع الله غضبه عن أهل نينوى خلصهم من خطاياهم بالصوم والصلاة. تنبأ جميع الأنبياء والأبرار من أجله بأنواع كثيرة بالصوم والصلاة. أرسل الرسل القديسين ليكرزوا في جميع المسكون بالصوم والصلاة. كشف الله أسرارا عظيمة للصديقين ولبس الصليب بالصوم والصلاة. نال الشهداء المجاهدون الإكليل غير المضمحل صمدا فأغلق أفواه الأسود فلم تمس جسده من أجل الصوم والصلاة. صمدانيال صمو خلصنا 40 يوما و40 ليلة حتى علمنا الطريق التي نخلص بواسطتها. فلنصم ونصلي ببر وطهارة وضمير ومحبة صارخين قائل: أبانا الذي في السماوات العارف أفكاري، أذكرني في ملكوت السماوات كرحمتك. أبانا الذي في ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لأن لك المجد والإكرام. أبانا الذي في السماوات يا حامل خطيات العالم، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. أبانا الذي في السماوات أسمعنا صوت الفرح، يا حامل الخطية المبارك مع أبي كالصالح. أبانا الذي في السماوات ارحمنا كعظيم رحمتك، وأعطينا روح الأنبياء. أبانا الذي في السماوات نسبحك أيها الصالح صارخين قائل قدوس الله. أبانا الذي في السماوات اغفر لنا أفكارنا
الخطيئة من قبل محبتك للبشر. نعم يا سيدنا اسمعنا وكن معنا، نحن غير المستحقين أن نتضرع إلى اسمك. نعم يا سيدنا الرؤوف صاحب كنوز التحنون، لا تتركنا في الجهالات والأفكار الرديئة باطلة. نعم يا سيدنا بلنا إليك واعطنا كمالا مسيحيا يرضيك ونصيبا مع جميع قديسك. نعم يا سيدنا بلنا إليك واعطي فرحا لنفوسنا من قبل تذكر اسمك يا ربنا يسوع المسيح. نعم يا سيدنا بلنا إليك بالحقيقة، أنت مستحق المجد والإكرام مع أبيك الصالح. نعم يا سيدنا يا ذا السلطان نسبحك بالمدائح ونسجد لك في الكنائس من الآن وإلى الانقضاء، حينئذ لا يتعفمنا ولا يسكت لساننا إذ ننطق بكرامة السوء والصلاة. يا رب ارحم يا رب ارحم، نحن جبلتك خلصنا وارحمنا كلنا أيها الملك السمائي. يا رب ارحم يا رب ارحم، كملنا في الإيمان المستقيم واجعلنا أيضا مستحقين أن نتناول من أسرارك. يا رب ارحم يا رب ارحم، لا تنزع عنا رحمتك ولا روحك المعزي، بل تأن علينا فلنسجد لمخلصنا الصالح محب البشر، لأنه تراءف علينا أتى وخلصنا.